بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا جزيلا. إن شاء الله بحول الله وقوته. تنقل لكم أولا عواشركم مبروكة ودخول عليكم سنة هجرية بالصحة والعافية وكل ما تمنيتو يا ربي. تنتمنى البنيات الله يجوجهم، وتنتمنى النساء المطلقات يا ربي يسهل عليهم شي حاجة تكون مزيانة، وربي يسخر لهم ما في السماوات وفي الأرض. الوليدات والأمهات والحبابات كلهم الله يسهل عليهم ويكون معهم، ونتمنى لهم حظ سعيد في هاد العواشر ويحققوا كاع الامنيات ان شاء الله. اليوم غادي نحط واحد الوصفه طلباتها واحد السيده بالنسبه للمطلقات اللي بغاو يردوا الزوج، ام البنات اللي تخاصمات مع الخطيب ديالها وبغات تردوا، او الخطيبه اللي عندها الخطيب وما بغا ما ادياش فيها، وبالنسبة لي أنا عنده معاملة خاصة باقي ما طلقش معها أو ولا معها مزيان. إن شاء الله غندير واحد الوصفة رائعة من القرآن الكريم، فيها عسل وحنة وقرفة والريحة والتسبيح والعسل، الحاجة الطيبة للطيبون. إذن على بركة الله عواشركم بروكة، وتنتمنى هذه غديروها في العواشر وغادي تنزل الرحمة والسكينة. أما بالنسبة الأخت اللي قالت لي على أخوها اللي عاش معها مدة 6 سنين وعدته لأوروبا، وفي الأخر تزوج وتبدلت المعاملة مع تفارق مع أخوها وما بقاش معها، قلت لك انه من تزوج خسرت العلاقه بينها وبين خوها. تنقول لها ان شاء الله بحول الله تقدر دير هذه الوصفه ديالو تصويرتها وتصويرته مع هذه المقادير اللي غنعطيكم ومع القراءه اللي غنعطيكم. كل واحد عنده مشكله مع شي شخص او حبيب او خطيب او البنت المراه اللي بغات ترد الخطيب ديالها او المطلقه بغات ترد الزوج ديالها او بغات تزوج. هذه وصفه زوينه صالحه لبزاف المحبه عامه للناس. اولا غادي ناخذ ثلث الليل. ثلث الليل فيه وصفات رائعه بالقران، سبحان الله تستجب الله فيها الدعاء وتتكون مستجابه باذن الله الواحد القهار. اما تخلص النيه لله الواحد القهار هو اللي غادي يعطيك، هو اللي غادي يعطيك الاجابه. اما الوصفات من القران لا شك فيها، لان القران فيه محبه وسكينه وكل شيء، كل شيء في القران. اذا نعطيه هذه الوصفه باذن الله الواحد القهار اللي غادي تجمع بين اشخاص. احنا الحمد لله تنجمعوا وما تنفرقوش، احنا تنقربوا وتنديروا الفال البنيات بما يرضي الله سبحانه وتعالى. الوصفه اذا كان فيها قليل من الشك ما تنديرهاش، لان اولا تنخافوا الله قبل ما نخافوا العبد، ولا اي حاجه تجي من اي حاجه ما فيها شك ما تنديرهاش. اذا على بركه الله غادي ناخذ جوج صور، وغادي ناخذ عسل معلقه ديال العسل، ناخذ قليل من القرفه لان القرفه مزيانه في جلب لان فيها واحد المغناطيسي ديال القبول. عندك حنة مدقوقة أو ورق يكون ريحة البارفان ديالك تسبيح، ونبدأ على بركة الله. إذن ناخد ثلث الليل وغادي نصلي الصلاة ديالي كاملة،
وغادي نصلي ركعتين شكر لله وركعتين استخارة. استخارة بإذن الله الواحد القهار، ونحط الصور ونحط العسل، نحط الريحة، قليل من الحنة، قليل من القرفة، والتسبيح ديالي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نسبح. غادي نسبح بهاد التسبيح ديالي، غادي نسبح وغادي نقول غادي نقول يا رحيم كل مكروب، يا رحيم كل مكروب 500 مرة، يا رحيم كل مكروب. نبدأ بها وغادي إن شاء الله تصور أمامك تصور ديال الشخص اللي بغيتيه يكون معاك في المحبة، ولادك، خوتك، الزوج ديالك، الخطيب، أي شخص بغيتيه المحبة دياله. يا رحيم يا رحيم كل مكروب 500 مرة، وغادي نقول 500 مرة 500 مرة سلام قولا من رب الرحيم. غادي نقولها 500 مرة ولكن بخشوع، بخشوع وبنية ربي سبحانه وتعالى، جلب حقيقي وجلب صحيح. هذا جلب صحيح ومزيان، غادي تكون عندك واحد الطاقة نورانية وغادي تكونوا بخير وعلى خير. إن شاء الله عقد النية، فقط عقد النية على الشخص اللي بغيتيه يكون عندك حب بينك وبينه إن شاء الله. تعقد النية هذه ما تصلح لا تصريف العمار، ما تصلح لا بخور لا والو، فقط بغفة وعسل، حاجة طيبة، الحنة، القرفة، التسبيح. يا رحيم كل مكروب 500 مرة، وأنا أمام القبلة، أمام القبلة، وأنا ملتاج الله سبحانه وتعالى، والصور أمامي، نحط كل شيء في شي سينية أو بلاطو، وغادي نصوب هادو في لا تصريف العمار لا شي حاجة، ولكن في طولة الليل غادي تصوب هاد الوصفة، أو في هاد العواشر جيدة بإذن الله. ونقرأ سلام قولا من رب الرحيم، نقولها 500 مرة، وفي منتصف الليل ما بين الفجر ومنتصف الليل، ونسبح يا رحيم كل مكروب. نبدأ يا رحيم كل مكروب، عادة نقول سلام قولا من رب الرحيم، وأنا غادي من نسالي نسالي نصوب الوصفة اللي غادي نديرو. الشخص اللي بينك وبينه خصام، أو بينك وبينه عداوة، أو بينك وبينه بغيتي تجلبي الخطيب أو الحبيب أو الزوج، أو تكون عندك محبة في العمل أو محبة مع المدير ديالك أو مع أي شخص. إذا نبدأ على بركة الله، ناخد صورة الشخص بعد ما سبحت وقريت، ونقول بسم الله، ونجبد الصورة ديال الشخص المعين، وغادي نطليها بالعسل، بالعسل، وغادي ندير فيها قرفة وحنة والريحة إن شاء الله، وغادي نجمعها ببلاستيكة وغادي نحطها مع الملابس ديالي، مع الملابس ديالي إن شاء الله. ونبقى ديما نبقى نقول يا رحيم، ونبقى نقول هاد القراءة اللي عطيتكم تبقاو تقراوها مدة 3 أيام، وإن شاء الله غيكون خير مع محبة الأشخاص اللي نتوما عندكم مشكلة معاهم. إذا بحول الله وقوته ناخد قليل من العسل، قليل من العسل، قليل من العسل، وغادي نوضع على الشخص المعين، جيت القلب، ومشي طلي أي حاجة طليها، ورشي المكان، عطري المكان، عطري المكان، عطري المكان، ونرش قليل لي بارفان.
دهن، الشخص الآخر توه بالعسل. الصورة دهنها بالعسل. نوضع القرفة، نعمرها، نمررها بالقرفة. الشخص الرجل أو الشخص المتخاصمة معه ديما لتحت، والحناء هنا هنا عاوتاني القرفة والحناء. نوضع الصورة هنايا، هنا سنوريكم دابا، وانتم ديروا الصور اللي عندكم. نوضعها في بلاستيكا أو سلوفان. نوضع السلوفان ونرش الريحة، رش الريحة. ندير شوية القرفة والحنة، نمرر هاد هاك تصاور نضع هكا. ضع بحال هكا، ضع هكا تحت الملابس ديالي، تكون ساشية أو قطعة ثوب أبيض أو بابي ألمنيوم. المهم ديروا هاد التصاور في هاد بلاستيكا او بابي الومنيوم او ثوب ابيض، ونديرهم مع الملابس، وديروها ان شاء الله في ثلث الليل. وان شاء الله بغيتو ديروها في هاد 10 ايام ديال عاشوراء، هي جيده في جلب الخطيب او الحبيب او الزوج او الطليق. المهم اي شخص بغيتوه تكون عندكم محبه وموده بيناتكم. إذا بحول الله وقوته تنقول لكم عواشركم مبروكة، وديروها في العواشر مزيانة، والنية أبلغ من العمل، ولكن القرآن ما فيش النية، لأن القرآن لا يجرب. فعلا هي وصفة أو صيغة قرآنية. بإذن الله سوف تحصلون على إجابة إن شاء الله. إذا ما بقى لي غير نقول لكم دعموا القناة وفعلوا الجرس وتابوناو. بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.